والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحمام، والله لو أن قلوبنا سليمة لتقطعت أسفا من الحمام. ما أكثر الساعات التي تمر بنا ونحن نحرم منها لا نستفيد منها، تذهب سبهللا. والعمر والزمن أغلى من الثمن، أغلى من الذهب وأغلى من الفضة. الذهب والفضة لو ذهبت يأتي بدلها شيء، لكن العمر والزمن لا يأتي بدله شيء. إذا ذهب ذهب ما في رد، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما في رجوع. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أنت الآن في مهلة، اغتنم الوقت، اجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل، اجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح. قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر ناجي ربك، ادعو، فإنه تعالى ينزل للسماء الدنيا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من الذي لا يقدر أن يقوم قبل الفجر من الساعة؟ أمر بسيط جدا. نحن نسأل الله أن يرحمنا برحمته، لا نقوم ثلث الليل ونصف الليل، لكن أفلا يمكن أن نقوم نصف ساعة فقط نذكر الله فيها، نتوضأ، نصلي ما شاء الله، نوتر؟ هذا أمر أظنه بسيطا جدا. كذلك أيضا نجعل حياتنا كلها ذكرا لله، فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرا لله، لأن في كل